تفضل معلم. عشت يا ابو باي. يا سعدية سعدية. تفضل معلم. شو وجيه بيك موجود؟ تفضلوا سيدي عم ينتظركم. شرف معلم. تفضلوا تفضلوا. تحبوا تشربوا شيء؟ إيه لك قهوة بلا سكر ومي باردة ولا تطولي لأنه أنا حلقي نشفان. على عيني. يلا برغوش. أخي البرلمان مو ملك لحدا، البرلمان ملك للشعب، والطريقة المثلى للفوز هي المنافسة. يا عارف بيك فهمني أرجوك، أنا ما بدي أنزل بقائمة حدا ولا حدا ينزل بقائمتي. هيك أنا الله هيك خلقني، بحب الاستقلالية. لا 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 حبيبي، ما بدي أحشر حالي بقائمة الائتلاف تبعكم منوب. لا حبيبي، شوفوا غيري بيكون أفضل. يا عارف بيك أرجوك أرجوك، ما في داعي للزعل. يا حبيبي كل واحد بيعرف مصلحته، وبالنسبة لتوفير تكاليف الدعاية الانتخابية أنا ما بدي أنزل بقائمة حدا ولا بدي نتقاسم التكاليف، لأنه الحمد لله المي ماشية بسائيتي والله طارح البركة بأملاكي وحوانيتي. طيب طيب أنت روق بس. ماشي الحال، منشوفك عن قريب بإذن الله. إيه معلش معلش عارف بيك، الله معك الله معك، مع السلامة. ابو حمدو جماعته عم ينتظروك برا، وقلت لها لسعدية ضيفهم قهوة عبين ما تجي. ايه عظيم كتير. شو؟ مع مين كنت عم تحكي؟ مع عارف بيك، اخونا بالله بده ياني انزل بقائمة ائتلافية مع فلان وعلتان وعلاك البان. ايه وشو فيها؟ اسمعوا على الحكي، قال شو فيها؟ قال يعني بدك ياني انجح بالانتخابات على صيت القوائم ولا على صيتي الشخصي؟ معك حق، بس أنا فكري يعني إذا كانت القائمة معجوقة يعني فيها 10-12 مرشح، فرح تخف عليك مصاريف الدعاية، لأنه بهالحالة رح تتقاسموا الكلفة بين بعضكم. لا ستي ما حذرتي، لأنه هالجماعة بدهم ياني انزل بقائمتهم حتى يحملوني كل التكاليف ابتداء من المطبوعات وانتهاءا بالحفلات والعزايم والمهرجانات الخطابية. معقولة يكونوا عم يفكروا بهالطريقة؟ معقولة ونص، لأنه الأسماء الموجودة بالقائمة كلها أسماء معترة أندبورية، ما في بجيبتهم متليك واحد يوحد ربه. لا ويلي متدين مصاري من نقابته مشان الدعاية، ويلي عم يتسلبط على العالم، ويلي راهن ويلي بايع، وكله بده يصير عضو بالمجلس النيابي. هلأ هدول نواب المستقبل؟ مو كله، بس باعتبار حق الترشيح يشمل كل المواطنين، فكل واحد رح يقدر نفسه عاليا ويتمن مواهبه غاليا، ورح تختلط الامور وتتلعبج الاوراق، ويمكن تضيع الطاسه كمان بهالمعمعه. بعدين اذا اطلعتي على الحيطان وعلى صور المرشحين وعلى كلامهم المكتوب تحت الصور، بتقولي معقول يخطر ببال هالشخص يرشح حاله للانتخابات؟ إيه هو بده مين يدافع عنه؟ بقى شلون بده يدافع عن حقوق العالم بالبرلمان؟ ليش فكرك رح يدافع عن حدا؟ بالعكس رح يهز براسه ويقبض معاشه، هاي هي كل الشغلة. يا ستي أنا ما بدي هز براسي أولاً ومسامحهم بالمعاش ثانياً، أنا بدي فعلاً دافع عن حقوق الناس اللي رح تنتخبني، بدي ناقش بدي فاتش بدي جادل، ورح يتربالي عدوات شي من داخل المجلس شي من براته، ومع هالشي مالي سائل. ليش؟ لأنه النائب بالبرلمان له هدف له رسالة، أما شغلة المكاسب المادية إيه أنا مستغني عنها بتاتا، ولا تأخذيني يمكن حط لي شي 20 مليون تكاليف الدعكة، يعني لو ضليت نائب طول عمري ما رح جيب هالمبلغ. 20 مليون والله كتير. إيه شو مفكري لكان؟ ماشي الحال وجيه، يلا منحكي بعدين، قوم شوف زلمك برا. معلش خليهم ينتظروا شوي، بدي تلفن لأبو شاكر. قبل ما تتصل وجيه بدي قلك على شغلة، بس لا تزعل مني. ولا شو زعل؟ يعني هالجماعة اللي برا، حمدو البرغوت وأبو صخر والدبور وما بعرف مين. ايه شبههم؟ هدول اللي بده يشتغلوا لك بالانتخابات؟ ايه ليش في شي؟ ما بعرف. لا احكي بالله يحكي، في شي؟ والله ما بعرف شو بدي قلك، بس مثلا بتلاقيها مناسبة واحد مثل حمدو خيزراني هالمنفاخ الفاضي يمثلك هو وجماعته البرغوت وأبو صخر وأبو خنجر وأبو الليل،
وانت وجيه بيك ابو سعود المليونير الاشهر والوجيه المعروف. ايه وشو فيها؟ فيها انه الجماعة شراشحة وسرسرية وخريجين حبوس. بجوز، بس عم سخرهم بمهمات ما بيقضي لي اياها استاذ بالجامعة ولا دكتور بالفلسفة. مهمات بدها احتكاك بناس يعني مش ولا بد محتالين مثلا، وهيك نماذج اخرج هالفوتات هي. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ اسمعي ناريمان، بالصف عيني المشاغب عريف، واللص محاسب، والسرسري مفتي، والرقاصة مربية، وسلميهم مهامهم بتلاقيهم نسيوا ماضيهم، عدلوا مسارهم وانضبطوا. ليش؟ لأنه الشر والرزيلة ما كان عنصر متأصل فيهم. وشو هالقاعدة الخنفشارية بقى؟ بعمري ما سمعت فيها. ايه طبعاً، لأنه من تأليفي وتلحيني. شوف وجيه، مع احترامي لرأيك، حمده وجماعته لصوص وحرمية، وأنا 100 مرة صرت منبهتك من هالشي وإنت ولا أبالي، بالعكس راخيلهم الحبل على الأخير. يعني مثل يلي عم يقول للتاني سروق ولا يهمك أنا دعمك، يعني شوية تاني رح يصير فيك مثل ما عم يصير ببعض المؤسسات التعيسة يلي بتثبت على مديرة إنه لص، بيقوموا بيعزلوه وبعد كم شهر بيسلموه منصب أهم. هلأ حمده وجماعته عم يسرقوني؟ شو الحكي الفاضي يا ناريمان؟ لا هي ما بريدة منك منوب. شبك؟ ليش كل هالقد انحمقت على حمدو افندي؟ ايه معلوم، لانه حمدو الشغل زقرتيه، حمدو زقرتي تايب. ما بعرف، انا ما بثق بحمدو، وابو شاكر بيسوى راسه، زلمه صار له عنا 8 سنين وما شفنا منه الا كل شيء خير، بقى ليش لحتى نفرط فيه؟ طيب معلش معلش بنحكي بعدين. لو رايحه هلا انت؟ مالي رايحه، بس جاي لعندي مرت ابو شاكر والخياطه حتى يقيسوني فستاني. طيب بالمعلم. اهلين يعطيك العافيه حمدو. الله يخلي لنا اياك يا رب. شلونك برغوت؟ الحمد لله دائما داعي لك وبين ايديك معلم. شلون الاحوال ان شاء الله؟ الله يخلي لنا اياك يا معلم، طالما انت فوق راسنا عايشين مستورين. ايه سيدي، جبتوا لي الكلفه التقديريه لتغطيه عمليه الانتخابات. معلوم سيدي، جاهزه. لك وينها؟ تفضل. شرفوا سيدي. تسع ملايين؟ هذا مبدئيا سيدي. معلومكم بدنا ننصب خيمة وعزايم وولايم وعراضات وسيوف وترس وسجاجيد ومهرجانات خطابية وإكراميات مخاتير وإطعام ورواتب وكلاء صناديق. لا تقولوا سيدي، هذا كله بيجمعها. ولا تنسى حق الأصوات معلم. برابو عليك يا برغو، هي أهم شغلة سيدي، حق أصوات الناخبين. ليش قديش رح تدفعوا على الصوت؟ 1000 ليرة. مو كتير 1000 ليرة؟ يعني أنا كل الناس بتحبني وراح تنتخبني بدون مصاري، بس عند الضرورة معلش ادفعوا مشان تكون هالمحبة إلها مقابل. والله يا سيدي، والله بالزور لحتى قبل المختار بهالسعر. وكم صوت رح يأمن؟ على قوله بيبون على 700 صوت. ايه 700 صوت مناح، هذا طبعا من حارتنا مو هيك؟ طبعا سيدي، ولسه في حارات تانية ومخاتير تانية. ولا تأخذني، كله كرشه كبير وكله بده يقبض ويبلع. يعني وبسلامة عرفكم سيدي، الانتخابات موسم وسوق. كلفة الخطاطين بالمكفى. نعم عم قول كلفة الخطاطين بالمكفى. طبعا، لأنه ما بتجيهم هالمناسبة إلا كل 4 سنين مرة. على كل حال معلم، هي كلفة الأسبوع الأول، وبدنا 9 ملايين تاني بالأسبوع الثاني. لأنه بالأسبوع الثاني بتحبك حبك. نعم عم قول بالأسبوع الثاني بتحبك حبك، وبيرتفع حق الصوت وبينباع بالسوق السوداء كمان. اي لك. نعم سلامتك معلم، لا غنى عنك. طيب انا رح سلم المبلغ لابو شاكر وهو بحاسبكم. لا وجيه بيك، دخيل عرضك لا تسلم ده انا لابو شاكر. وليش بقى؟ سيدي انا ما بحب احكي عن الناس، بس ابو شاكر، ولا تاخذني بهالكلمه، زمته واسعه، يعني راح يحاسبنا بشكل وراح يقدم لكم حساب بشكل تاني. هلا ابو شاكر زمته واسعه؟ اي نعم سيدي، وانا بحطه بزمتي كمان.
في عندك إثباتات؟ لا سيدي إثبات ما في، بس أنا إحساسي بيقول لي إنه هالشخص ملوفك ومزعبير. ما بتتذكروا سيدي شلون السنة الماضية قدم كشف مزور بتضمين البساتين؟ اتفق مع المرابعين والضمانة شكل وقبضكم شكل. هلا شو بدنا بهالحكي؟ عندكم إثبات مادي ودليل حسي؟ ما بعرف، بس طالما ما في دليل فالأحسن تضلك ساكت وخلي المحاسب أبو شاكر يشرف على عملية الصرف بالانتخابات. طيب سيدي أنتو سلموني إياها مقطوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة، هيك أحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحساب اللي كنت حاسبه معلم؟ نعم. لا غنى عنك سيدي. بس يا سيدي بهالطريقة خايف تنتزع الطبخة وتتربط إيدينا وما نعرف نلم أصوات. وليش بقى؟ لأنه إذا كان طباخنا جعيس اشبعنا مرأة، وأبو شاكر بده يهلكنا بكرة بالسؤال عن الفواتير. يعني إذا رحنا بالتاكسي بده فاتورة. طيب شو بدنا نقله بكرة للناخب وقعلنا على وصل إنك قبضت مشان تعطي صوتك لوجيه بيك؟ طيب والعمال؟ يا سيدي أنا إلي عم بشتغل عندك 5 سنين وبكل شرف وأمانة، بقى بدي ميزانية مفتوحة وعلى قد السوق من سوق. طيب حمدو اترك لي إياها يومين تانين حتى أفكر. بتأمروا أمر معلم. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. لا تأخذني يا مدام، بس الأمر ضروري كتير وخايف افتح هالقصة لوجيه بيك يظن انه في إلي غلط خبيث من وراء. خير، شوفي يا أبو شاكر. حمدو خيزراني وجماعته عم يزودوها كتير على البيك، وبصريح العبارة عم يسرقوه، وهدول جماعة ما بيتأمن لهم وتاريخهم مشبوه وماضيهم أسود. لا وفوق هالشي عم يتهموني أنا بالإيد الطويلة والزمة الواسعة. شو هالحكي؟ لهالدرجة وصلت معهم؟ وما لقوا غيرك يدقوا فيه؟ بقى يا مدام الله يستر عرضك، أنا ما بدي يشوهولي سمعتي عند البيك، لأني والله على ما أقول شهيد، بفدي البيك بدمي وبمالي وبحط أولادي الأربعة قدامه حتى يقرف رقبتهم واحد بقفة الثاني. إي والله. تسلم يا أبو شاكر. لا مش هيك، لأنك حضرتك والبيك بتمونوا على هالرقبة والله. الله يسلمك يا أبو شاكر. على كل حال ولا يهمك، أنا رح أتصرف. انت حط ايديك ورجليك بمي بارده ولا كلك فكر. ايه دخيلك، لاني بخاف تقطع رزقتي وتتشوه سمعتي. فشروا، ما حدا بيسترجي يشوه سمعتك. انت صار لك عنا 8 سنين، مو معقوله نستغني عنك ولا بشكل. الله يعزك يا نريمان خانم، قسما بالله انا ومرتي سهيله ما عندنا شخص اعز منك بهالعالم. والله لو تطلبي منا المهجه بترخص لك. وربي يشهد. تسلم يا ابو شاكر. ولو أقل منها يا مدام، إلها بكتافنا أنا وأهل بيتي من خيرك ومن خير البيك. الله يخلي لك يا الفضل. لله يا أبو شاكر. يا سعدية هاتي بوزة. السلام عليكم يا أبو. السلام عليكم. لك العمى بقلبك العمى، لك ليش عم تنحش مرتديلا كتير بالسندويشة؟ بكفي قطعة واحدة، شو الشغلة للشبع؟ لك كلها تسكيت الجوعة. كم سندويشة لازم نساوي معلم؟ ضلوا لفوا لحتى يخلصوا. تومو يلا نشوف. يلا اشتغل انت كمان. مرحبا يا شباب. معلين معلين. كمك يلعنا بملاتة الاصطلاح سار؟ لك فوت لسانك لحلقك. لك شو بدك بهالأسئلة؟ عم نسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. بدها همة يا شباب، الله يرضى عليكم. يلا. أهلين أبو شاكر، شو وينك يا منظوم؟ ما عاد شفنا هالوش، صرت باعت لك 4 مراسيل من امبارح لليوم. أي إجي شعني بين إيديك. إيه لكن يا عمي، صارت دقنة بإيدك. لا ما في شي من هاد، كل واحد دقنة بإيد حاله. شلون الشغل معك؟ الشغل فوق الريح. ولك اخ بس لو طاوعتني واشتغلت انا وياك بجهه وحده، بس انت ما بعرف شلون عقلك. شو
شو مالكم حاطين مرتديلا بالصندوق؟ شلون مالنا حاطين؟ حاطين لهون وصلت معك لك حمدو. ريحتها مرتديلا ايه بس ما فيها ولا قطعه. هلا خلينا بالمفيد، انت شو بدك بهالشغله؟ شو هو المفيد؟ هلا هي لبنه يعني؟ هي القطاط بحطوا لهم مسحه اكثر من هيك. هلا بلا تنقير وهات 1,700,000 ليرة وهات لاكتب لك فيهم وصل. وليش 1,700,000؟ نفقات اطعام وكلاء وجبات سريعه للمندوبين واجار السجاد وكراسي خيزران من حارة الورد وخلافه. بس هيك كتير، ما بتقدر تمشي حالك ب700,000؟ لك ليك للعلاك المصدي ليه؟ لك انت شو مفكر بدي اخذ المصاري واتحشى بجيبتي دحش؟ ولك انا بدي ادفع حقوق الناس؟ لك انت بتعرف قديش اجار فرقه السيف والترس؟ ما اختلفنا، بس المبلغ كبير كتير، ما حتقدر تقدم فيه فواتير. ولك لسه بيقول لي كبير. لك حبيبي البيض ما بينقلق الا بالسمن العربي، وجيه بيك مقامه كبير ولازم الاحتفالات تليق بمقامه. لك لانه وجيه بيك هاد مو سمان عنا بالحاره. لك كانت باطله ومحوله، الساعه اللي حطك فيها مسؤول مالي بالانتخابات. المبلغ كبير اخي، كبير كتير، ما بدفعه. الحاني بالشاي يا ولد. لك شو انت فاسد بتمك كلمه كبير؟ لك والله كانه عم تدفع وتتكرم علينا من جدك. لا حبيبي مو من جيبتي، بس انا المحاسب وجيه بيك مفوضني ومأمني. يعني وجيه بيك مخونني؟ هل مأمن وقال لحشات الذكر ما بأمنك على دكة الباسي. شوف عمي عجبك عجبك، ما عجبك روح اشتكي لوجيه بيك، انا ما دخلني. ايوه ولا ولك صار لك لسان تحكي يا قط وعم تعمل معلم علي؟ انا مالي معلم. ها مالي معلم، هات الشاي يا ولد. ولا ابو شاكر انت زمتك واسعة، ويلي زمته واسعة بيفتكر كل الناس حرامية مثله. لا حبيبي انا زمتي مو واسعة، انا زمتي نظيفة وانظف من التلج الابيض. هيك ولا ابو شاكر؟ يلي بيشرب لبن من الزبدية بيبان على شواربه. والله في غيرك اللي عم يغرف من لبن الظرف ومفكر كل الناس مثل حكايتك. لك اخراس وبلا فلسفة، بدك تدفع المصاري ورجلك فوق رقبتك. يا اما قسما بالله بخربط لك هالواجهة وبجعل الله ما خلاك، فهمت ولا لا؟ هلا لا تزودها، هي عم فهمك. ها انا مالي قد حلقك العريض، انت زلمة خريج حبوس والعياذ بالله، ما بدك تقبض لقبضك، ما بدك انت حر. هيك عم تحكي؟ ايه بسيطة يا ابو شاكر، بس بدي اياك تعرف انه ديكين على مزبلة وحدة ما بيجتمعوا. ها انت وحدك ديك المزبلة، انا والحمد لله بعمري ما عرفت القرش الحرام. راح تسكت له معلم؟ راح اسكت له كرمال وجيه بيك. انا وجيه بيك بفدي بدمي وبحافظ على ماله اكثر ما بحافظ على مالي. مو بس انت، وانا كمان بحافظ على فلوسه وكأنه فلوسي واكثر، وهيك كل شريف بيعمل. بس يا عبشو ما عليك، انت بتدعمك النسوان مثل ناريمان خانم، اما نحن شو عم تقولوا؟ لا شو عم تقول؟ بس برغوت انت روح واقف على جنب، هيك قصص لا تدخل فيها. سيدي اعمل حالة البل. خلاص ولا خش بالشاي روح. طالما بتحرص على مال المعلم فيك بتقلي منين جبت هالفيلا اللي بدروشها؟ الفيلا مو إلي، لمرتي، وكل الناس بتعرف انه ورتانتها عن امها الله يرحمها. بس انت فيك تقلي منين هالبنايه اللي بالمهاجرين؟ بقى خلي الطابق مستور بيكون احسن. وين الشاي يا ولد؟ وصل وجيبك. إن شاء الله ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيك يا عمري.
مبروك نجاحك بالبرلمان. الله يبارك فيكي، هذا كله بوقفتك معي وجهودك. ليش أنا شو سويت؟ قلي قديش كلفتك هالداكة؟ يعني حوالي 30 مليون. أوف، مو كتير؟ الحقيقة كتير، وما بعرف كيف انصرف معي هالمبلغ. على كل حال أنا بكرة عامل حفلة تكريم لكل العناصر اللي شاركوا معي مع بعض الوجهاء. عزيمة عشاء؟ ايه عشاء. وين بدك تعملها؟ هون بالحديقة. بس الله يرضى عليكي، بدي طالعة تقوم مثل الصحون المالقي اللي اجونا من إيطاليا ومعالق الذهب، يعني بدنا نبيض وشنا قدام ضيوفها. ولو أقل منا. تكرم عيونك حبيبي. سعدية؟ نعم ستي. جيبي لنا اثنين بوزة ولحقينا فيهم عجنينة. يا اهلا وسهلا فيكم، يا ميت مرحبا. الله يخلينا يا الحمد لله يلي شرفنا بنجاحك. الف مبروك يا وجيه. مبروك يا رب، قسما بالله انك تستاهل يا اخي. نعم الله يطول عمرك يا اديب بيك، هذا لطفك يا سيدي. وجيه بيك ابوه ومكسب حقيقي لهالبلد. يعني نحن من زمان ناطرين شخص مثله يمثلنا بالبرلمان لحتى هالشعب يتروحن ويتنفس شوي، يعني تنحل مشاكله. يا سيدي الله يقدرنا على الخدمه العامه. يا اهلا وسهلا. شايف المعالق اللي حاططهم وجيه بيك؟ ايه هدول ذهب حقيقي، يعني عيار 21. شو هالحكي؟ يعني مو مطليين طلي؟ اه حبيبي هدول اصليين، شوف الدمغه. يا سيدي الله يهني ويتم عليه. ايه ومين انتخبته وجيه بيك؟ والله انا انتخبت راتب بيك لانه مالي ثقه بنفسي. بقى شلون انتخبتوني ما بعرف. الحقيقه يا اخوان انا بشكركم كل الشكر لتعاونكم وثقتكم، يعني لولا هالثقه الغاليه ما كنت طلعت نائب بالبرلمان. وبوجه الشكر كمان للمعلم حمدو خيزراني وجماعته ولابو شاكر الديب يلي أداروا المعركة الانتخابية بكل شرف وأمانة وإخلاص. يعيش وجيه بيك يا! يعيش يعيش يعيش! يعيش وجيه بيك يا! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! يعيش يعيش يعيش! شو يا معلم حمدو؟ شايفك ساكت لا من تمك ولا من كمك. تعبان؟ لا والله معلم، بس شارد شوي. إيه بلا ما تشرد هالليلة، خليك معنا حمدو. على فكرة يا جماعة حمده صحيح وشه عابس وقابضه جد دائما، بس ما في أخف من دمه. هات لشوف يا حمده طريلنا الجو شوية. أيوة على عيني يا أحلى معلم. أنا كرمال المعلم بعمل كل شيء. هذا من غير اليوم لما كنت أنا بالسجن لأسباب سياسية طبعا. مظبوط معلم. المهم تعلمت بعض ألعاب الخفة والقلقلة من ركاب المهجع يلي كانوا معي. طيب ورجينا شي لعبة من عندك. اي والله هذا شي على راسي يا معلم، على راسي. مثلا نعم شايفين المعلقة الدهب؟ شايفينها. شو هاي؟ معلقة شو؟ دهب. دهب شو؟ دهب 24. 24. شوفوا هلا هالمعلقة الدهب وين أنا بدي حطها؟ وين بدي حطها؟ شوفوا. يلا. وين حطيتها؟ بالجيب. وين؟ بالجيب. إيه وجيه بيك، انت منصوح بجماعتك كتير لانه مو بس بيمتازوا بالامانه والشرف وبس، لا وخفيفين دم. رايحة هلأ أوام، رايحة
الكلام حب انا قلت. امي. شو امي؟ هي بنتك سلوى لابسه وعم تتمكياج. واذا لابسه وعم تتمكياج يعني معناتها بدها تطلع من البيت. وشو فيها اذا طلعت يعني؟ معناتها بدها تقابل تيسير. واذا قابلت تيسير يعني؟ امي هلا انت ما عندك الا واذا يعني واذا يعني. وشو عليه؟ تيسير خطيب اختك. واذا يعني؟ وكاتب كتابه عليها. واذا يعني؟ يعني ما فيها شيء اذا طلعوا مع بعضهم لحالهم. لا ستي فيها ونص، قبل العرس ما عندنا بنات تطلع مع حدا. باي ماما انا رايحه، بدك شيء؟ لا امي سلامتك، روحي الله معك. بس شو رايك تتغدي قبل ما تروحي؟ طبخت من الزلب احمر من شانك. يسلم ودياتك ماما، بس انا اليوم بدي اتغدى مع خطيبي. نحن ما عندنا بنات تروح وتجي وتتغدى مع خطيبها قبل العرس. ما انا رايحه اشوفه مشان نحدد موعد العرس. وتحديد موعد العرس بده غدا مع الافندي. اولا يا رشاد هذا الافندي استاذ تاريخ قد الدنيا وله اسم كبير كبير كبير، بقى ما في داعي لكلمه الافندي باللهجه تبعك هي. وثانيا هذا الغداء غداء عامة. اوكي باي حبيبي. يعني بدك تقول انه بيتنا هلا صار جاهز من ما جميعه، مو ناقص الا نجيب البراد والفريزر. الفريزر؟ ايه بركي بهاليومين بعمل لي حوصه بهالسوق، حاكم بهالتلفزيون، عم يطلعوا دعايات بتاخد العقل، شي على البراد شي على الفريزر. صحيح، بس بتعرفي يا سلوى بقيش ذكرتيني بكلمه فريزر؟ لا، شو تذكرت؟ ذكرتيني بحمله فريزر عام 1807. فريزر؟ مخترع الفريزرات يعني؟ لك لا، انت تانية. لكم مين بيكون؟ هذا بعد ما صار محمد علي والي مصر سنة 1804 ووافق له السلطان العثماني على هالشي سنة 1805، اجت انجلترا وبعثت له حملة عسكرية على مصر بقيادة فريزر مشان تضغط على السلطان العثماني وتوقع بينه وبين نابليون، لأنه نابليون بوقتها كانت مرتفعة مكانته كتير عند السلطان العثماني. المهم هلا شو منشان الفريزر؟ جايكي بالحديث. هذا أول ما نزل فريزر بالإسكندرية احتلها، ارتفعت رايته، بس بعدين خفص فرد خفصة بمدينة رشيد. بوقتها صار في صلح تلسيد بين نابليون وقيصر روسيا، وعلى أساسه أجا نابليون عطى روسيا كارت بلانش. هلا روحي روحي معك كارت مفتوح، اعملي اللي بدك إياه بالدولة العثمانية. قام هالشي خرب بين مين ومين يا حزري؟ مين ومين؟ السلطان العثماني ونابليون. وهذا هو الشيء اللي كان بده اياه انجلترا، مشان هيك بعثوا له خبر. لمين؟ لفريزر، مشان يضب رحاله ويرجع برجوعه على انجلترا. بس يا حزرك مين يلي شنص بهالشيء اللي صار؟ مين؟ محمد علي. محمد علي، لانه طلع بطل وكانه هو اللي قدر يطلع الانجليز من مصر. بس الحقيقه شو؟ شو؟ محمد علي لا هو شاف الانجليز ولا هن شافوا، وكل القصه وما فيها. شربت انا قبله؟ لك لا، الظروف الدولية هي اللي كانت بصفه وبس. المهم هلا شو مشان البراد والف؟ ايه ايه البراد شو مشانه؟ مثل ما بدك انت، شوفي المناسب وعملي، ما عندي مانع. عم قول لحالي بركي اخي رشاد بيساعدني بهالموضوع، لانه رفيقه عنده معمل برادات، يعني ابوه لرفيقه عنده معمل برادات، بقى بركي اخي رشاد بحط ايده بهالموضوع. على ذكر رشاد سلوى، كان في بزمانه جريدة مهمة كتير اسمها سبيل الرشاد، أصدر بوقتها عبد العزيز السعالبي، هذا عاش بين 1874 و1944، بس إجت الحكومة، حكومة الحماية بتونس، وعطلت الجريدة. ليش بقى يا حزري؟ ليش؟ قال ليش قال؟ لأنه السعالبي كان عم ينادي بمحاربة الحماية الفرنسية ويحرض على الثورة مشان تتحرر. الجريدة؟ لا تونس. قاموا سجنوا ونفوه بعد ثورة 1911، بس هو شو عمل بعدين؟ ما سكت. شو عمل؟ شو عمل؟ قدم طلب لمؤتمر الصلح يلي كان صاير بباريس عام 1919 وطالب فيه باستقلال تونس. ولبوه دخلك؟ لا، شو لبوه؟ مشان هيك بعد هالفصل البايخات طلع كتابه تونس الشهيدة وفضح فيه على أبو جنب سياسة الاستعمار وأساليبه. قاموا ردوا اعتقلوه وسجنوه. دخيل عينك.
كاسة مي باردة مسقعة متلجة. ايه وين كنا بالحديث؟ شو امي؟ ما رجعت سنوى لسا؟ لا لسا. يعني ما حلا تخلص غدا؟ ولا الخانم عم تاكل بالعواد الصينية رزي ورا رزي؟ اما والله سمعة، يعني اذا البنت راحت هي وخطيبها اللي كاتب كتابه عليها، انت شو دخلك؟ امي شلون شو دخلني؟ انا اخوها. ما اختلفنا، بس الله يخلي ابوها فوق راسها. شو بكون انت وياها؟ سمعونا بقى. حكي ابنك ها؟ حاطط دابه من داب اخته، لا عملت، لا ساوت، لا راحت، لا اجت وبعدين. ماما سلوى ما بصير تطلع هي وخطيبها لحالهم، ما بصير. لسه بيقلي ما بصير. وين راحت هي وتيسير؟ عزمها على الغدا ليحددوا موعد العرس. بابا معقوله كل هالساعات وما حددوا موعد العرس؟ يمكن عم يحسبوا التكاليف والمصاريف وعدد المعازيم ولمين بدهم يقولوا ولمين ما بدهم يقولوا. يعني هيك تفاصيل بتاخذ وقت بابا، بتاخذ وقت. بقى لا تشغل بالك انت. طيب اذا خلصنا هلا من مشكله البراد ولف من مشكله البراد، معناتها بيتنا صار جاهز مجهز من البابوج للطربوش. يا ستي اول استخدام للطربوش كان سن تيسير. الله يخليك امني من سيره الطربوش هلا، لانه في عنا شيء اهم. اهم من الطربوش؟ طبعا حبيبي. نحن شو بنا نحن؟ هاي تغدينا واكلنا حلو وفواكه وهي عم نشرب قهوتنا ويا عيني علينا. صحيح، بس لسه ما حددنا موعد عرسنا. ايوه عرسنا، الحق معك. ايه حبيبي، امتى بتحب يكون تاريخ عرسنا؟ ما بتفرق، شوفي يلي بيناسب وعملي. طيب شو رايك نعمل يوم تاريخ عرسنا 14 تشرين الاول؟ 14 تشرين الاول؟ لا لا، كله الا هالتاريخ. ليش حبيبي؟ لانه بايام الفرنساوي سنه 1925 بمثل هاليوم تمام صارت معركه زور المليحه، وكان يوميتها 4، واجوا لك هالفرنساويه وجهزوا شيء 1300 جندي ومعهم شيء 4 طيارات تقريبا، وصارت تزت قنابل فوق هالضيع وتدمرها، تزت فوق هالضيع وتدمرها. يوم فظيع. لا فظيع كثير. ولا يهمك حبيبي، بلاها اليوم منغيره. شو رايك ب 15 تشرين الاول؟ 15 تشرين الاول؟ لا 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 كمان صعب. ليش بقى؟ لانه بعد معركه زور المليحه يلي صارت قبل بنهار صارت معركه الضمير، وبلشت هالنجدات الفرنسيه تجي من الشام بامره الملازم دولوز وتقتل بها العالم، وكان لسه دم يلي راح ولسه مو نشفان. تخيلي مو نشفان. كل ما بتذكر التاريخ بينشف دمي. بعيد الشر عنك حبيبي، انسى هالتاريخ بلا من اصله. فلا رجعت ارتويت. هنيا حبيبي. شكرا. طيب شو رايك نعمله ب 17 تشرين الاول؟ هلا ما لقيتي الا 17 تشرين الاول، يوم معركه حوش المباركه يلي صارت سنه 1925. طيب 18 تشرين الاول. لبكي سلوى، لبكي لبكي كثير. هاليوم مرتبط ذكرى عندي بمعركه دمشق سنه 25. تصوري صوت المدافع ضل عم يلعلع 3 ايام، واعتبارا من 18 تشرين الاول، وكانت الدنيا عصريات هيك ل 20 تشرين الاول، وعلى تهديم وحرق وقتلى وجرحى والعياذ بالله. سلوى واحزري على اثرها. شو صار؟ شو صار؟ هددوا الفرنساويه انهم ما ببطلوا قصف الا بعد ما يدفعوا الناس 100,000 ليره ذهبيه، غرامه حربيه يعني، وفوق منهم كمان 3,000 باروده. تخيلي حبيبتي مو يوم فظيع؟ فظيع شو الحكي؟ أنا رايح على القهوة يلعب لي دق طاولة، بدك شيء؟ بتطول؟ لا ما بطول. إذا إجت سلوى لا تخليها تنام، بدي أسمع من تمها شو صار بينها وبين خطيبها. بدي أعرف إمتى حددوا موعد العرس بقى. خاطري. الله معك. إيه. الله يقدم اللي فيه يا رب. طيب، منيح 22 الثاني؟ 22 الثاني؟ هلا ما لقيتي من ايام السنه كلياتها
إلا 22 الثاني يوم وعد بالفور حتى أعمل عرسي فيه. أرجوكي سلوى، أرجوكي الله يخليكي، لا تهزيلي بدني، امحيلي هالتاريخ من ذاكرتك نهائي نهائي. امحي قال 22 الثاني. بدك شي أمي؟ وين رايح أمي؟ ما أعرف آتي، بس لسه ما قررنا لوين. بالطويل؟ والله ما بعرف، على حسب الجو. إذا تأخرت لا يغلي قلبك علي، بكون عم يتسلى. يلا خاطرك أمي. والله معك أمي. طيب 17 تشرين الثاني يوم وقعت شبعة؟ كمان بلا، لا إذا غيره. طيب 18 تشرين الثاني يوم وقع جسر تورا؟ إيش وما عاد صفي أيام إلا هاليوم. سلوى ما حلو ما حلو، لا إذا غيره. مساء الخير. أهلين، حط لك تتعشى؟ خليكي مرتاحة أنتي، سلوى بتحط لي العشاء. ما أجت سلوى لسه، أنا بحط لك العشاء. وليش لهلأ ما أجي؟ والله ما بعرف، علمي علمك، بس هلأ بتجي، ما بقى إلا تجي. طيب، شو رأيك 29 تشرين الثاني؟ 29 تشرين الثاني؟ اليوم يلي وافقت فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مشروع التقسيم أعمله يوم عرسي. وين صارت هاي؟ إيه والله لو بدي ضل عزابي وبدون جواز كل عمري ما بعمل عرسي بيوم مثل هاليوم، ما بعمله. مرحبا أمي. أهلين أمي، يلا عم حضر عشاء، هلا بتعشى معنا حبيبي. صحتين، وهنا تعشيت أنا ورفقاتي. شو أنا سلوى؟ لسه ما أجيت. شو؟ هلا ما اجيت؟ تريد شيء ثاني؟ ما بعرف، تحبي شيء ثاني روحي؟ لا حبيبي بكفي. ما في شيء، سمودي اياك. اهلا وسهلا. طيب، شو رأيك بالثلاثة كانون الثاني؟ يوم معركة الدريش؟ لا يا عمري لا. ما بدي ذكرى زواجنا ترتبط مع ذكرى هالشهداء يلي راحوا بالمعركة. ما بدي سلوى، ما بدي. طيب، أربعة كانون الثاني. يوم البندقة. شو هاي البندقة؟ هاي قرنة نواحي كفر سوسة، صار فيها بسنة 1926 معركة كبيرة أيامات الثورة. طيب، خمسة كانون الثاني. بيوم معركة دوما أنت الثانية. لك مو قبل شوي قلت لي إنه معركة دوما صارت مدري ب 17، مدري ب 18 تشرين الثاني، ليش غيرت حكياك؟ هدي كانت معركة دوما الأولى، هاي معركة دوما الثانية. وين قايمة؟ تأخرت سلوى، غلي قلبي عليها، بدي أطلع على البلكون أقرأ لها آية الكرسي. ثمانية أيام؟ صعب كتير، بهذا اليوم انعقد مؤتمر بلتيمور. إيه وإذا انعقد مؤتمر بلتيمور يعني؟ انتي بتعرفي بالاول شو معنات مؤتمر بلتيمور؟ بتعرفي انه بهالمؤتمر هاد قررت المنظمات الصهيونية الامريكية انه تفتح باب الهجرة لفلسطين باشراف الوكالة اليهودية وان تتحول فلسطين لدولة يهودية؟ بقى بتلاقيها مناسبة نعمل عرسنا بهيك يوم؟ تفضل معلم، هاي الحساب. طولت ما هيك؟ الغايب عذره معه، واللي مطمني انه مع خطيبة. طيب، ب14 ايام. لا، كله الا هاليوم. وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ لانه بهاليوم تم انسحاب القوات البريطانية من فلسطين. طيب واذا انسحبت من فلسطين؟ قالوا اذا انسحبت انت بتعرفي شو معنى انسحاب القوات البريطانية من فلسطين؟ خلاص بلا هاليوم، بنعمله ب 15 ايار. قرب 15 ايار قال. 15 ايار. 15 ايار هو يوم اعلان دولة اسرائيل. بقى بدك يصير عرسي بيوم النكبة. طول بالك، شو صار لك؟ عم نحكي حكي، ايه ما صار شيء لسه. كيف ما صار شيء انت الثانية؟ قرب 15 ايار قال. قصدي بلا هالتاريخ، لا تزعج حالك ولا تحر بدنك حبيبي. كيف ما انحر يا سلوى وانت عم تفتقي لي جروحاتي بهالشكل هاد؟
خلص حبيبي خلص، أنا مو قصدي، أنا قصدي إنه نحدد موعد العرس ونخلص بقى. إذا كان هيك لاقي لي شي تاريخ تاني بس ما يضرب على العصب. ها أمي، من هلأ للربع ساعة تانية إذا ما إجت سلوى رح أنزل دور عليها. طول بالك شوي، نستنى شوي تاني. قالت لك بأنه مطعم بدها تتغدى هي والأفندي؟ لا، بعدين سلوى نزلت قدامك، سمعتها قالت شي اسم مطعم؟ الله يجيبك يا طولة البال. هلأ لا تقلي 25 أيار في إنا كمان؟ طبعاً في إنا، هذا يوم صدور البيان الثلاثي من أمريكا وإنجلترا وفرنسا سنة 1950، وطبعاً كالعادة هذا البيان كمان موجه ضد العرب ولحماية إسرائيل، وليكنا قدامك لساتنا عم نحصد نتائجه لليوم. يا حبيبتي وين رايحة؟ رايحة على البيت، لأنه شايفة إنه الحديث معك ما له جدوى. شلون ما له جدوى بقى؟ شلون ما له جدوى؟ مو بدنا نحدد موعد عرسنا؟ عم ناخد رعطي. بس أنت عم تعقدها كتير. طيب مو مشاننا بالأخير يا روحي؟ مو مشان لما بدنا نحتفل بعيد زواجنا يكون بالنا رايق بهالنهار يلي ما سبق وعكرته أي شائبة؟ سلوى شو بنا؟ لك شو بنا يا روحي؟ أرجوك تفهميني، أنا ما بدي بيوم عرسي اتذكر أي شيء يعمل لي غصة بحلقي، وبهالصورة بتكون فرصتي كاملة مكملة على 24 إيراط. امشي حبيبي، هدي بالك، امشي امشي. غريب أمرك فعلا. ولا يهمك يعني، ولا يهمك. ساعة 20 أيام؟ أوعك أوعك سلوى تقليلي إنه هالتاريخ ما له صدى عندك. أوعك ها؟ أوعك تقليلي إنك ما بتعرفي إنه بيوم 29 أيار سنة 1945 صار العدوان الفرنسي على الشام. يوميتها إجت فرنسا وصارت تقصف بهالمدفعية بعد ما هاجمت المجلس النيابي وقتلت كل حاميته. والله شايفة أنا اللي رح أقتل حالي منك. طيب 30 أيار؟ ولا 30، لأنه عدوان 29 أيار ضل مستمر لتاني نهار كمان. سلوى إيه ولي على حظي، ولي على حظي بهالعمر أنا شو مزفت. هلأ إذا قمنا من حسابنا 5 و6 و7 و8 و9 و10 يوم 11 حزيران مناسب؟ وليش قمت من حسابك كل هدول؟ لأنه بهدول صارت حرب الأيام الستة تبع النكسة، مو هيك حبيبي؟ برافو عليكي سلوى، برافو عليكي. شايفة ليش أنا متمسك فيكي ومعي حق أني أحبك؟ بقى شو قلت؟ بشو؟ بإدعش حزيران يوم الهدنة الأولى؟ ليش إدعش حزيران يوم الهدنة الأولى؟ طبعاً حبيبتي، بإدعش حزيران سنة 1948 طلع قرار مجلس الأمن بوقف القتال وفرض الهدنة لمدة 4 أسابيع. قامت طلعت القصة كلها تخد على العرب لحتى قدروا اليهود يزبطوا وضعهم ويجيبوا أسلحة جديدة تدعمهم، هيك لحتى رجعوا بتسعة تموز وبلشوا الحرب من أول وجديد. أيوة إيه بابا رشاد، طمني ما لقيتهم؟ طيب وين بدهم يكونوا يعني؟ وين بدهم يروحوا؟ طيب خليك عم تدق إلا تليفونات أول بأول. الله يرضى عليك. إيه وين وصلنا هلأ؟ والله ما عاد أعرف. إيه تذكرت، 24 تموز مناسب؟ شو؟ 24 تموز؟ تيسير شباب، لك ليش عم تبكي؟ عيب على الرجال يبكي. بعرف يا سلوى بعرف، بس مو بإيدي. كل ما بيقولوا 24 تموز بترتسم قدام عيوني صورة يوسف العظمة وهو بلباسه العسكري والأوسمة معلقة فوق صدره، وكيف نيران الرشاشات عم تطلع من الدبابة باتجاهه لحتى استشهد بميسلون. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا عمي يوسف بي. طيب
25 تموز منيح؟ ابدا مو منيح يا سلوى، مو منيح منوب، لانه بهاليوم سنه 1920 فات الجيش الفرنساوي على الشام بدون مقاومه. رحمه الله عليك، رحمه الله عليك يا ابو ليلى. شو امي؟ والله ما بعرف، بس يبدو انه ما في فايده وصار لازم ندور بالمستشفيات. المستشفيات؟ طيب انا رح اعطيكي تاريخ، شو رايك بثلاثه اب؟ ثلاثه اب؟ لا حبيبي، ما حذرت، ما حذرت بنوب، مستحيل. ليش حبيبتي؟ لانه بثلاثه اب من سنتين كان ذكرى لقائنا لاول مره. واذا كان حبيبتي؟ بالعكس، هيك بتصير الفرحه فرحتين. بالعكس حبيبي، انا بدي امحي هالتاريخ من ذهني نهائيا، لاني صرت اكره اليوم اللي شفتك فيه وتعرفت عليك فيه. عن اذنك ولا ليش؟ بدون اذنك. تفضل. حدث في مثل هذا اليوم انفكت خطبة سلوى من تيسير.